بسم الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر جل جلاله وعم نواله عظما وعظم سلطان. الآن بحول الله تعالى سنقارب بكل أدب وكل جد الآية الثانية من سورة المائدة لطاب السر. و السورة هذه تطرقت إلى عدة مواضيع: الحظ على الإيمان، تحريم بعض الأطعمة بعض اللحوم، تحريم الصيد البر أثناء الحج، تعرض إلى الطهر للصلاة، وطهر القلب بيئة الأمر. الإسلام جاء لهذا خاصة، والنوايا الحسنة، وحذرنا من طلب العون أو الحماية من أعدائنا أهل الكتاب أهل البلاء بامتياز. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. على الراوتو المملكة السعودية ماشية للانهيار لأنها تعمل بعكس ما أمر الرحمن. الكلب الولي العهد يعني يعبد عبادة ترامب اللي هو يسرى ترامبي، خاطر عدى على الناس كل، وحتى حد ما شدوا بالكمشة كما يقول العامة اللي هو موصل إلى سدة الحكم إلا بمعونة أعداء الولايات المتحدة. في المقدمة تجم تقول بوتين وتجم تقول الصين. نعود إن شاء الله تعالى.